الموبايل كتمر علينا مناسبة أيضا عزيزة على قلوبنا هي عيد ميلاد برنامجنا الفيحاء في أمريكا. هذا البرنامج اللي مد سير المحبة والتآخي بين العراقيين بالخارج والداخل. كنا حلقة وصل بين العراقيين الداخل وأيضا العراقيين الخارج. احتفالية برنامج الفيحاء في أمريكا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاقه وعيد الفطر السعيد تأتيكم في الأوقات التالية.